من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. التأمين على السيارات. لاحظت بما أن يعني شيء جديد في المجتمع قيادة المرأة، الكثير من الأخوات ما عندهم أي معلومة ولا عندهم أي خلفية عن قضية التأمين والسيارات. وبما أنك سائقة تقودين السيارة فأنت اسم الله عليك وبعيد الشر عنك، فأنت عرضة للحوادث. كل من يقود السيارة هو عرضة للحادث، أما أنه يخطأ أو يخطأ عليه. فالله يحفظكم إن شاء الله يدفع عنكم بلاء. في هذا الفيديو اليوم بقدم لكم معلومات يتجاهلها غالبية الأخوات عن تأمين السيارة والحوادث والتحمل، وحفظوا هالفيديو ونشروه لأن في كثير من الأخوات راح حقهم لأنهم أهم ما يدرون. فعلى كل حال أبدأ معاكم. أول شيء اللي تعلمون بأن التأمين على السيارة في المملكة العربية السعودية هو تأمين إلزامي على كل مركبة. واحد، أعلمكم شنو هو أول شيء الفرق بين التأمين الشامل وتأمين ضد الغير. تأمين الشامل، الحين هذا سيارتك يا زهرة صدمتي سيارة ثانية، تأمينك يصلح سيارتك ويصلح السيارة الثانية. صدمتي لا سمح الله مو بنتي اللي بعيد ذاك، صدم أحد وتوفى، تأمينك يدفع الدية. وأيضا إذا أحد في سيارتك مصاب تتكفل التأمين به، يعني يصلح التأمين ويدفع كل شيء. أما التأمين ضد الغير فهو يصلح جميع ما ينتج من ضرر من سيارتك إلى الآخرين، يعني سيارتك صدمت هالسيارة، السيارة دي تتصلح بس سيارتك ما علينا منها. صدمتي لا سمح الله أحد توفى، تأمينك يدفع الدية لكن ما عليه منك، يعني مركبتك سيارتك بمحتواها تأمين ضد الغير ما له علاقة، له علاقة فقط بكل ضرر ينتج من سيارتك تجاه الآخرين. حتى لو صدمتي الشجرة مالت البلدية والبلدية قالت أعطيني قيمة الشجرة، يعطونها. أيضا بعض المعلومات السريعة، إذا بتشترين سيارة باسمك التأمين إلزامي، كيف تأمنينها شامل أو ضد الغير. إذا بتشترين سيارة نظام تأجير منتهي بالتمليك فتأكدي بأنها تأمين شامل، الوكالة أو البنك بيأمنها تأمين شامل، مو عشان سواد عينك، لا علشان قرار مؤسسة النقد. لكن تأكدي قبل لا تشترين السيارة كم نسبة التحمل، يعني لا سمح الله لو سويتي حادث بيدفعونك نسبة تحمل قد تصل إلى 5000 ريال والسيارة ممكن يبلها 20000. هذا واحد. اثنين، إذا جيت بتستأجرين سيارة من مكاتب تأجير السيارات بيقول ايش تبين تأمين شامل ولا ضد الغير، أنا أقول لك أخذي تأمين شامل، دفع زيادة بسيطة وترتاحين. فرق ترى بسيط. انزين، لو أنت بتشترين سيارة أقساط وباسمك أيضا تأمينه بكيفك. طيب خلنا أعطيكم مثال عن الحوادث والضرر والتحمل. هذا مصطفى سيارته صفراء وهذا الزهرة سيارتها بيضاء، اثنينهم سياراتهم مؤمنة لكن مصطفى عنده رخصة وزهرة ما عندها رخصة. زهرة صدمت مصطفى، سيارتها مؤمنة بس ما عندها رخصة، التأمين راح يصلح السيارة، تأمين هالسيارة راح تصلح هالسيارة ما في مشكلة، بس التأمين راح يطالب زهرة بقيمة الإصلاح، يقول له أنت سكتي وما عندك رخصة وإحنا صلحنا السيارة المتضررة، دفعي لنا البيزات. ويطالبون زهرة أنها تدفع قيمة التكاليف لأنه ما عندها رخصة. وهذا مثال ثاني، مصطفى وزهرة تصادموا، مصطفى عنده رخصة بس هو اللي غلطان، هو اللي صدم زهرة، الغلط من زهرة ما عندها رخصة بس مسكينة هي ما غلطت تمشي في طريقها بوسطيف هو اللي صدمها. تأمين مصطفى يصلح سيارة زهرة حتى لو ما عندها رخصة، يصلح سيارة زهرة. إذا بيكون عليها شيء قد يخالف المرور مخالفة عدم وجود رخصة 1000 ريال. شفت شلون؟ في شيء اسمه نسبة تحمل سبق وقعناه معاك في العقد 1000 2800 على حسب رجع العقد. لذلك إذا جيت توقعين عقد أو تشوفين عقد شوفي كم نسبة التحمل، علما بأن المتسبب بالأضرار اللي يسوي حادث واجد كل سنة يجدد التأمين يرتفع عليه قيمة التأمين،
لأن يعتبرونك أنت بتعبير شعبي ما تعرف تسوق، أذيت الشركة، فناخذ عليك زيادة. كل سنة تسوي حادث زيادة ناخذ عليك زيادة، يمكن شيء رمزي. تسوقين سيارة؟ أنصحك في حساب مهتم جدا في قيادة المرأة للسيارة، دروس، أخبار، معلومات. سناب مصطفى لايف.